طب بصوا، انا عايزه اقول لكم حاجه بقى، انه الدراسات بتقول، او يعني جامعه مهمه اسمها اوكلاند بتقول في دراساتها انه الشخص وخصوصا الراجل اللي بيطلب من الست اللي معاه او الست اللي بتسيبه بتنتهي العلاقه الحب ما بينهم انهم يفضلوا اصدقاء، بيقولوا انه الراجل ده عنده او دي علامه من علامات المرض، لانه بيبقى عنده غالبا ميول للنرجسيه والانانيه، وفي دوافع ذاتية من وراء طلب الصداقة من الشخص اللي أنا علاقتي بيه انتهت. وبيقول إن الرجالة اللي بيطلبوا الطلب ده في العموم بيكون عددهم أكبر من الستات اللي بيطلبوا الطلب ده بعد نهاية العلاقة. يعني الراجل هو اللي بيميل أكتر لفكرة إنه يفضلوا أصدقاء بعد ما تنتهي العلاقة. الست بتبقى مش عايزة تعرفك تاني، لأن أنت عارفة كمان وجود الحبيب اللي بقى صديق في حياة الست بيبقى موتر جدا لاي علاقات جديده هي هتخشها، لانه انت لما بتخشي علاقه بتعرفي حد بيسالك مين فلان، استاذ احمد مين، هتقولي له ايه كان حبيبي وبقينا اصحاب انتيم، وهي مش اساسا مش عايزه العلاقه دي اصلا تستمر باي شكل من الاشكال. وبيقولوا انه ده علامه من علامات المرض النفسي لما الراجل بيطلب وبيصر انه يفضل صديق للست اللي بطل يحبها او بطل يبقى. لا مش موافق. انا رايحه الدراسه دي شويه يعني مصدقاها. عارفه ليه هم اللي بيطلبوا اكتر ان هي تبقى صديقه واحنا نبقى اصدقاء ونود بعض بتاع؟ لانه غالبا بيبقى عايز يستخدم جملة ومصطلح الصداقة عشان يمرر الانفصال في هدوء، يخرج كده بالراحة، ما يخرجش بمشاكل وبعجن وبلاك خرج خلاص. لا هو عايز قال يعني يحقق المعادلة الجبارة اللي هو ايه، هو كان حبيب مثالي وخرجوا من بعض بالمعروف حتى بقينا صحاب. انا اعتقد انه مدعي، عشان كده هم وصفوه بالنرجسية وبالأنانية وانه عنده خطط، عنده مقارب اخرى. ما لهاش علاقة بنرجسية وأنانية خالص. هو ليه وده طبيعي؟ لا ايوه طبعا، ان راجل يروح يقول لواحدة ويصمم على انه علاقتهم تستمر في اطار الصداقة. لا هو طبيعي. مش طبيعي. انا مختلف مع فكرة ان هو اكيد بدم بيقول لها كده بقى لسه بيحبها، فاهمة؟ تفتكر؟ طبعا. طب سيبها ليه؟ ما هو هقول لك حاجة، لو انا النهاردة وانا وواحدة سيبنا بعض خلاص، خلاص ما مش هفرك ورا الموضوع ولا هتكلم فيه. بما اني بقول نبقى اصدقاء، ده معناه انه راجل عنده امل انه ممكن الموضوع يتحسن، زي ما انت قلتي من شويه، يخش من حته الصداقه ويبدا الموضوع من الاول. يمكن كان في مشاكل بسبب ان احنا مش قريبين كاصحاب. لا انا بيتهيألي ان يعني انا لو واحد مرتبط بواحد احضرينا وبعدين قال لها معلش انا شايف ان احنا نبقى اصدقاء، دي جمله جارحه جدا، دي جمله مهينه للست.